مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامج الاستثمار والناس على قناة الصحة والجمال، والذي يذاع كل يوم سبت في تمام الساعة 11 مساء كل أسبوع. تحدثنا في الحلقة السابقة عن دور الأحزاب والمحليات وأيضا البرلمان في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وأيضا استعداد حزب الغد وحزب مستقبل وطن وأيضا حزب حماة الوطن للانتخابات القادمة، يعني سواء كانت انتخابات مجلس النواب أو انتخابات الخاصة بمجلس الشيوخ بعد يعني تعديل القوانين الجديدة بالنسبة لمجلس النواب، وأيضا المحليات. حلقة اليوم يعني طبعا كان من المفترض يكون معنا ضيف عزيز علينا، لكن طبعا للأسف هو اتأخر عن موعد الحلقة. كان الضيف سيادة السفير أستاذ دكتور عادل السالوسي، لكن طبعا حتى وقتنا تأخر، لعله طبعا خير، لكن في أغلب الأحيان يعني أنا كرجل اقتصادي بيبقى عامل حسابي، يعني بيبقى في بدائل لهذه الحلقة في حالة تأخر هذا الضيف، أو لا قدر الله يعني حصل عذر يعني طارئ أو قاهر. فإن شاء الله يعني احنا حاولنا قدر الاستطاعة يعني لغاية ما يجي معالي السفير، وهو سفير مصر في وزارة الخارجية السابق، لغاية ما هو يجي احنا هنكمل الحلقة، لو تعذرت فبرضك معمول حسابه. كنا هنناقش مع الضيف الكريم سفير عادل السالوسي يعني عن الأزمة الراهنة بالنسبة لفيروس كورونا وتأثيرها على العلاقات الدولية والدبلوماسية، لكن طبعا في تأخر الضيف فإحنا هنغير واستبدلنا الحلقة، لأن إحنا هنناقش النهاردة يعني سواء مع يعني الوزراء المختصين في مداخلات تليفونية وهي المنوطة وزيرة التجارة والصناعة، وأيضا وزيرة التعاون الدولي، وأيضا مع خبراء الاقتصاد، وهيكون بالنسبة لخبراء الاقتصاد في المداخلات اللي يعني بعد ما نعرض التقرير الأول على يعني بالنسبة لطقم الإعداد يجهز لنا هؤلاء المداخلات مع الأستاذ الفاضل أستاذ عبد الله غراب، وهو رئيس شعبة المخابز في الغرف التجارية حاليا، وأيضا يعني بالنسبة رئيس الغرفة التجارية بالجيزة سابقا. أيضا سيكون ضيف عزيز في المداخلات الأستاذ الفاضل عادل رزين، وهو يعني وكيل وزارة الغرفة التجارية ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، وأيضا الخبير الاقتصادي الأستاذ عادل عامر. طبعا يعني حضراتكم يعني احنا هنتحدث يعني عن دور رائع بالفعل، يعني طبعا احنا يعني الناس والمسؤولين والدولة المصرية وكل يعني المنوطين بالنسبة لخبراء الاقتصاد، يعني كلنا يعني المفترض ان احنا كمصريين يعني مهمومين بان الأزمة الراهنة او الوضع الاقتصادي في من خلال يعني ما اصابنا من وباء فيروس كورونا نخرج منها باقتراحات وحلول. طبعا هناك دور رائع بتقدمه يعني معالي الوزيرة نيفين جامع، السيدة نيفين جامع، وهي وزيرة التجارة والصناعة، ويمكن احنا شفنا لها دور كبير جدا. طبعا يعني احنا بننوه بالنسبة لكل المسؤولين في الدولة المصرية انها تتعاون معنا، يعني احنا بنحاول قدر الاستطاعة نبرز الدور الايجابي لكل وزير، لكل مسؤول من حقه ان هو يبرز هذا الدور، ولو ما تدخلش او يعني ما تعاونش معنا سواء بالمداخلات الهاتفية
أو ضيافته في هذا البرنامج الاقتصادي القوي والذي يقدمه خبير في السياسة وفي الاقتصاد بجانب يعني خبراتنا الإعلامية، فهيكون أمامنا يعني بعض التقارير السلبية، وأيضا يعني هنطلع من خلالها باقتراحات، وهيكون هدفنا من المعارضة معارضة بناءة. احنا هدفنا دولة مصرية قوية، وأيضا بتعاون يعني كل المسؤولين من رئيس الدولة، وإحنا يعني شايفين رئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنتهى الأمانة في قمة التعاون مع الإعلاميين، وأيضا يعني نتمنى مع دولة مجلس الوزراء وكافة الوزراء والمسؤولين أن يكون في تعاون بحيث أن احنا يعني نوصل مصر يعني لوضعها ومكانتها الحقيقية أو الطبيعية. معالي الوزيرة كان لها دور يعني قبل ما تتولى وزارة التجارة والصناعة، كان لها دور إيجابي ودور قوي في توليها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة. وأيضا يعني بعد ما تولت معالي الوزيرة يعني وزارة أو حقيبة التجارة والصناعة، شفنا برضك لها دور كبير جدا ودور قوي، ونتمنى طبعا في المداخلة بالنسبة لما يجهزها طقم الإعداد معالي الوزيرة يعني دور وزارة التجارة والصناعة وأيضا جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لها دور كبير جدا في هذه الأزمة في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة. نروح لتقرير أول نشوف فيه يعني شيء إيجابي جدا، دور معالي الوزيرة يعني في جهاز تنمية المشروعات، وأيضا يعني بالنسبة للمؤتمر الاقتصادي العالمي ودعمها للمرأة، ونرجع لحضراتكم تاني. روح للتقرير. مسابقة مفتاح مشروعك من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. الغرض من هذه المسابقة هي إتاحة أفضل أفكار لدى شبابنا على مستوى محافظات الجمهورية. تمويل بقيمة 100,000 جنيه من الجهاز ومقر للمشروع مقدم من وزارة الشباب والرياضة. دورنا كجهاز في هذه المسابقة هيبقى إتاحة مشاركة لصاحب الفكرة المتميزة، وأنا زي ما قلت هما 3 أفكار متميزة على مستوى كل محافظة، يعني هيطلع عندنا 81 فكرة متميزة. جهاز تنمية المشروعات هيخش يشارك مع صاحب الفكرة في هذا المشروع علشان ناخد منه رهبة إن هو يقدم على قرض وتمويل وفترات سداد وأقساط ثابتة. هنشاركه إن شاء الله، هنشاركه في النجاح، ولا قدر الله لو حصل للمشروع أي نوع من الخسارة إحنا هنكون شريك معاه وهنتحمل عنه هذه الخسارة. قدم فكرة مشروع واستفد بالمميزات الإضافية التي يقدمها الجهاز. هيكون التقديم لهذه المسابقة يوم 30/11 وهتستمر لمدة شهر.
المطلوب كله ان احنا عايزين احلى افكار موجوده عند شبابنا، بحيث هذه الافكار يتم ترجمتها لمشروعات. 81 مشروع، 3 مشروعات في كل محافظه يكسبوا المسابقه. فكر وقدم، مستقبلك محتاج فكره. لمعرفه تفاصيل المسابقه والتقديم اتصل بالخط الساخن لجهاز تنميه المشروعات 16733 او على موقع جهاز تنميه المشروعات او موقع وزاره الشباب والرياضه او فروع جهاز تنميه المشروعات في جميع المحافظات. مستقبلك محتاج فكره. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لحضراتكم تاني. طبعا يعني لو طاقم الإعداد في مداخلات جاهزة يعني تتفضل، لو مش جاهزة يبقى يعني نبتدي نكمل حديثنا. طبعا يعني على ما تبتدي المداخلات تجهز، يعني طبعا قلنا يعني معالي الوزيرة وزيرة التجارة والصناعة لعبت دور يعني قبل يعني فيروس كورونا وأيضا في أزمة فيروس كورونا. يعني وجدنا لوزيرة التجارة والصناعة يعني دعم كامل لأصحاب المشروع في مداخلة. أيوة تفضل. تفضل أيوة. أستاذ عبد الله تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ عبد الله، عبد الله بيه، ازاي اخبار سعادتك؟ ازاي معاليك يا فندم؟ والله حضرتك يعني مرحب بيك وشرف لينا يعني في برنامج الاستثمار والناس يكون في مداخله لضيف عزيز له تاريخ طويل جدا، ونحن نعرفك جيدا وكان سبق في حوارات مع سعادتك لما كنت رئيس الغرفه التجاريه للجيزة. وطبعا حضرتك يعني لك باع كبير جدا وخبرات طويلة في الغرفة التجارية، وأيضا بصفتك رئيس يعني شعبة المخابز حاليا. أستاذ عبد الله، يعني في بداية الأمر أهلا ومرحبا بك في برنامج الاستثمار والناس. يعني طبعا حضرتك دلوقتي يعني في بالنسبة لأزمة كورونا، ويعني احنا شفنا يعني بالنسبه بصفتك يعني بالنسبه لشعبه المخابز، يعني يعني في ناس كتير جدا يعني مش اغنياء ولكن ما لهمش بطاقه يعني تموينيه. يعني عايزين نعرف يعني في بعض من يعني اصحاب المخابز للاسف يعني استغلوا الازمه استغلال خطا، يعني زي ما بعض التجار يعني بردك استغلوا الازمه الرهينه بدل ما هم يعني ما يكونش يعني يتعلموا من وجود هذا الاختبار الإلهي، ويعني يكونوا يعني في رحمة للمواطنين. شفنا بعض يعني المخابز يعني برضك بتقلل من حجم الرغيف. يعني أنا عايز أعرف من حضرتك إيه الدور اللي سعادتك بتلعبه سواء بالنسبه للمخابز يعني اللي هي رغيف الخبز المدعم او الناس اللي هي يعني مخابز حره، هل في ضوابط عليهم بحيث ان في معايير رغيف الخبز يطلع للمواطن بشكل يعني يليق بادميه المواطن المصري؟ اهلا وسهلا بك بدايه، واحنا سعداء طبعا بهذه المداخله وتشرفنا طبعا يعني، ومشكور سعادتك على هذا التقديم. من غير شك طبعا يعني احنا بنتكلم عن حدث جلل مر بكل العالم وليس بمصر لوحدها. الحدث ده اللي هو بنتكلم فيه عن هذه الجائحه وموضوع الكورونا. واحنا هنا في مصر شأننا شأن اي دوله على مستوى العالم، يعني يمكن المرض ما بيخصناش لوحدينا لكن المرض مر بكل دول العالم. صحيح. ومن فضل الله يعني ان هو يمكن ما يدور داخل الدول الكبرى اللي احنا كنا بننظر اليها ويشار لنا او يشار اليها بصوابع بالبلمان
على انها دول يعني ذات سياده واو لاخره، يمكن اراد المولى عز وجل في هذه المحنه ان هو برضه يورينا حدث ونشوف النهارده الدول الكبرى اللي هي بتعاني الاكثر، كما لو ان يعني المولى عز وجل بيقول يعني سبحانه جل شانه لا يعني ما فيش حد كبير ولا فيش حد صغير، ولكن هي المساله يعني ايه ارزاق ربنا بيوزعها على الناس. تمام. الحمد لله احنا بنحمد الله بدايه على ما نحن فيه، ويمكن اللي بيصبرنا النهارده ان احنا شايفين الدول الكبرى واللي الازمه اللي هم بيمروا بيها. يعني ده يمكن ربنا كان رؤوف رحيم بعباده في البلاد اللي هي يعني فقيره والبلاد المتوسطه والبلاد الناميه. دي برضه عشان الانسان منا يتعظ بهذه المنطقه. عوده لحديث او السؤال اللي سعادتك طرحته. احنا عندنا 30,000 مخبز على مستوى الجمهوريه. تمام. من غير شك احنا لينا دور طبعا مع زمايلنا في التوعيه والاخر. وعشان يعني نؤكد ذلك يمكن هي من الفئه الوحيده المنوط بها العمل في هذه الظروف صعبة. احنا النهاردة لم نتوارى من الشارع وما هربناش من الموقع بتاعنا، والحمد لله ما فيش حد بات فيك يا مصر ما عندوش رغيف عيش او سعى الى رغيف عيش ما لقيش. لا الحمد لله المخابز شغالة ومنتظمة تماما، تعاون كامل مع الوزارة ومع الاجهزة التنفيذية والاجهزة الرقابية في وصول العيش ووصول كامل الحصة لمستحقيها. وسعادتك عارف النهاردة ان من خلال البطاقات التموينية اللي بيقرر فيها حصة الفرد يوميا 5 رغيفة لعدد الافراد اللي موجود في كارت الخبز، كل واحد بياخد هو عيشه. عفوا يعني انا يعني في كلامي بالنسبة للمخابز الحرة اللي هي بتبيع الرغيف بقى بجنيه وبقى باتنين جنيه والرغيف بنص، يمكن بيبقى حاجه يعني انا لو يعني كنت جبت لحضرتك يعني رغيف منهم، يعني الرغيف ابو جنيه ده كان بيتباع بربع جنيه وكان احسن منه. النهارده الرغيف ابو بجنيه يعني حاجه صغيره جدا، ورغيف ابو نص يعني يعني حاجه تحزن جدا. يعني أليست هناك معايير لرغيف الخبز يعني بحيث ان او رقابه على يعني المخابز الحره؟ يعني مش كل الناس حتى لو كانوا فقراء يعني عاملين بطاقه تموينيه، يعني احيانا في بعض الناس يعني عشان يعني تعب سن يعني مش عامل بطاقه يعني تموينيه وكده، لكن بياخد من البطاقه يعني المخابز الحره. فالمخابز الحره يعني في الازمه الحاليه بصفه خاصه لا جوده من الرغيف الخبز ولا ايضا يعني التزام بالمعايير اللي المفترض تكون تتناسب مع كرامه المواطن المصري. خليني اشارك مع سعادتك الراي واتفق معك تماما فيما ذهبت اليه، وان هذا الامر عرض على معالي الوزير وعرض على السيد رئيس الوزراء مشكورا، وعلى مجلس المحافظين، ودي كانت مذكره مقدمه مني، لان لهؤلاء اللي هم اصحاب المخابز الغير مرخص بها. تمام. يعني دي مخابز غير مرخص بها. تمام. وغير معترف بها. ايوه. وبتسبب لنا في هذا القطاع مشاكل عديدة. لك أن تتخيل أن هذه المخابز بتاخد أمهر العمال وأمهر الصناعية الموجودة داخل قطاع المخابز. تمام. ليه؟ لأنه النهاردة المخبز اللي هو الحر ده أو التوك توك أو المخابز اللي هي بتعرض العيش بعيد عن العيش الرسمي اللي سعادتك أشرت إليه، ده بيطلع رغيف يعني لا محدد القيمة ولا محدد الوزن ولا محدد المواصفات، وبيطلع زي ما عايز يعني كما لو كان يعني ايه لا رقيب ولا مسؤول عن هذا العمل. ده بيسبب ان هو بيختار حتى امر الناس من عندنا
انت بتشتغل 10 شهور، هو بيشتغل شهرين او ثلاثه وبيديله نفس الاجر اللي بياخدوه. وبالرغم من ذلك طبعا يعني تسويق سمعه المخابز برضه زي ما سعادتك كده تشرفت وقلت النهارده الاسعار وانفلات الاسعار اللي وصل جنيه واللي وصل اثنين وبحاله مترديه لرغيف العيش. مشكورا معالي الوزير عرض هذا الامر على دوله رئيس مجلس الوزراء وكان في مجلس المحافظين، ومعالي الوزير اناط به الساده المحافظين على اعتبار ان هم يعني دي مشاكل محليه في محافظاتهم، وهم هم اللي بيراقبوا عمليه التراخيص. المفروض النهارده انا مخبز غير مرخص به على طول بيتم غلق هذا المخبز وقطع كل الكهرباء والميه والاخره عشان خاطر يبقى ايه ما يديش فرصه انه يشتغل تاني ونقدر نخوض هذه العمليه. بالنسبه للساده اللي هم لا يحملوا بطاقات او بيجدد البطاقه بتاعته او الاخر بطاقه بدل تالف او بدل فاقد، هو المفروض بيتوجه لاقرب اداره تموين خاصه به. ايوه اداره التموين في كروت النهارده في المخابز او في حصص للمخابز النهارده احنا عاملينها لهذه العمليه. يعني لاداره التموين بعد اذن مقاطعه سعادتك يعني عبد الله بيه، يعني احنا كده نقول للمواطن المصري اللي هو يعني ما طلعش بطاقه تموينيه يقدر يتوجه يعني فورا ولا لها مواعيد محدده يعني يقدر يروح لاداره التموين اللي هو تابع عليه وهو هيكتب له بيحرر له خطاب بالحصه بتاعته اللي هو محتاجها واخد بال سعادتك ويوجه الاقرب مخبز ليه. هو ده بيروح للمخبز ده بيديله الجواب وبعد كده بيتحاسب مع الاداره التموينيه. يعني برضه احنا مش سايبين فرصه للناس او سايبين الناس كده فريسه لهذا الموضوع. لا هو النهارده لو راح يكلف خاطره يروح للاداره التموينيه ويقول والله انا بطاقتي بتتجدد او عندي بدل فاجد او بدل تالف او اول اخره، على طول تبع الاداره اللي هو ساكن فيها او اللي تبعه بيطلع له جواب بيوجهه للمخبز بيروح ياخد منه حصه شانه شان الايه الذي يحمل البطاقه. عموما يعني طبعا احنا يعني اتفضل سعد. فدي يعني الامر يعني الان احنا بنحل هذه المشكله عشان المواطن اللي ما معاهش بطاقه يلجا لمثل هذه المخابز. وانا بضم صوتي لصوت سعادتك وبناشد مره ثانيه وثالثه ان يتدخل السيد الدكتور وزير التموين. يعني طبعا انا بضم بردك ايضا صوتي مع صوت حضرتك لعل يعني معالي الوزير يعني علي مصلحي وهو شرقاوي مثلي يعني وانا عارف كويس جدا يعني ابناء محافظه الشرقيه يعني وطنيين قد ايه يعني بضم صوتي مع صوت حضرتك لمعالي الوزير. اتمنى يكون في حلول سريعه تخدم يعني المواطن المصري ونحافظ على كرامة كل المصريين، يعني مش عايزين حد يستغلهم، عايزين يعني يكون في رقابة أكثر من كده وخصوصا على المخابز اللي هي يعني بتعمل رغيف الخبز رغيف حر يكون له ضوابط ومعايير ويكون مرخصة. شكرا جزيلا عبد الله بيه وندعوك إن شاء الله يكون ضيف عزيز علينا لأن طبعا الوقت لا يسعفنا أن ناخد مساحة كبيرة أكثر من كده، وحضرتك طبعا شخصية قديرة بالاحترام، وهذا المنبر الإعلامي يسعدنا في الحلقة القادمة أن تكون ضيف عزيز علينا بحيث أن احنا نفرد يعني كتير من الموضوعات اللي تهم المواطن. شكرا جزيلا ويعني شرفتنا الوقت البسيط وسعداء جدا بهذا الإسراء في مداخلة سعادتك. في اتصال تاني يا جماعة؟ تفضل تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك عادل بيه، ازيك؟ ازي أخبار سعادتك؟ أهلا بيك. يعني حضرتك عالم من أعلام الاقتصاد في مصر، ويعني عادل بيه طبعا يعني يشغل منصب وكيل وزارة في الغرفة التجارية في الجيزة، وأيضا يعني رئيس الشؤون الاقتصادية. عادل بيه طبعا يعني أنت يعني راجل اقتصادي وراجل اكيد يعني اكثر وطنيه مني انا شخصيا، وطبعا حضرتك يعني كنت ضيف يعني عزيز عليا في برنامجي على قناه مصر الحياه، وايضا نسعد بيك بهذه المداخله وايضا كضيف عزيز في حلقه القادمه. عادل بيه في بدايه الامر يعني هل تعتقد ان مصر تاثرت
اقتصاديا في ظل أزمة انتشار وباء فيروس كورونا. وطبعا يعني لو كانت الإجابة زي ما أنا يعني شايفها أن فعلا مصر زيها زي دول كتير جدا اتأثرت اقتصاديا، طب إيه المخرج من تلك الأزمة من وجهة يعني نظرك؟ بداية بنشكرك يا شنبي على المقدمة الجميلة ديت، وبحييك وبحيي ضيوفك الكرام. الحقيقة أنا بعيد عن الشاشة تماما، وبحيي المشاهدين. وبنبتدي بداية بإذن الأزمة الفيروس هي أزمة عالمية تأثر بيها الاقتصاد العالمي، الاقتصادات القوية جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، في الاتحاد الأوروبي، في الصين، في روسيا، حصل فيها تأثير وتأثير كبير جدا، وده ليه مردود على جميع اقتصاديات العالم ومنها طبعا مصر. الحقيقة احنا تميزنا في مصر بعلاج متميز للمشكلة، كانت محل تقدير وإعجاب. وأنا دايما زي ما انت عارفني بتكلم بمنتهى الواقعية، مع تجربة التعامل مع الفيروس والإجراءات الوقائية اللي اتخذت، سواء كانت إجراءات من الدولة أو المؤسسات وكذلك الأفراد. تمام. العناصر الإنتاجية معروفة، أو عناصر العملية الإنتاجية معروفة، طبعا الأرض مع رأس المال، مع التكنولوجيا، مع العنصر البشري. والعنصر البشري أهم عناصر العملية الإنتاجية. تمام. وبما إن هذا الفيروس بيتأثر به تأثير مباشر بالعناصر البشرية، وبالتالي جميع دول العالم اتخذت إجراءات وقائية واحترازية خوفا من العملية المتوالية العددية لانتشار هذا الفيروس وتأثيره، خاصة إن لم يعلن رسميا عن علاج مباشر لهذا الفيروس حتى الآن. وبالتالي تأثرت الصناعة بصفة عامة، الصناعات والتجارة، وطبعا الأسواق العقارية، المقاولات، الاستثمار العقاري، السياحة، البورصة، المصانع، البورصة، مشاريع ذات الكثافة العمالية بصفة عامة. تمام. التأثير في مصر وعلاجه، يعني احنا من ناحية تأمين الغذاء الحقيقة كان لنا برضو تجربة الحمد لله رب العالمين، ان حصل تأمين لموضوع الغذاء متوافر، في سيطرة حتى الآن على الأسعار، في تعاون اجتماعي ما بين الطبقات المجتمع، التجار وبعض رجال الأعمال قاموا بدورهم الاجتماعي في التبرعات، في بعض التجار مش عايزين نذكر والصناع بالاسم، بالعكس بدل ما توقف المرتبات أو تدي نص مرتبات، بعض المصانع ادت للعمال والمهندسين موظفين اجازه، وادتهم كمان منحه اضافيه. وبعض الناس امبارح اعلنت عن الحفاظ على العماله في مصانعها، وقالت ان احنا استفدنا كتير جدا من هذه العماله، وهي هم شركاء نجاحنا واحنا مش هنقدر نستغنى عنهم. ولكن طب عادل بيه، يعني في على الفترة بقى بدون مقاطعة حضرتك، يعني الغرفة التجارية طبعا هي منوطة ب يعني مشاكل أعضائها اللي هم جميع المستثمرين أو المولين، يعني سواء كانوا يعني شركات كبرى أو مصانع أو يعني أصحاب مشروعات متوسطة أو حتى يعني أصحاب مشروعات بسيطة.
يعني في ناس اتأثرت بالتأكيد لديكم، وأيضا يعني الغرفة التجارية ورجال الأعمال، يعني من المفترض أن يكون هناك أمة لمصر بالنسبة لرجال الأعمال الوطنيين. هنا دور الغرفة التجارية أو رجال الأعمال بشكل عملي، يعني معذرة، يعني هناك بعض التسريبات من يعني قليل من غير الوطنيين رجال الأعمال، يقول لك أنا يعني صاحب مصنع، أنا مش هدفع يعني مرتبات أو أجور غير للناس اللي هي بتحضر، لكن الناس اللي هي مستثناة بتعليمات الدولة المصرية وفخامة الرئيس ولزمت بيتها بحيث إن هي يعني خايفة إنها يصيبها فيروس كورونا، بعض رجال الأعمال يقول لك لا أنا يعني أنا آسف يعني مش هدفع فقط غير للناس اللي موجودة. الدور الإيجابي من خلال الغرفة أنت شايفه إزاي؟ أو حضرتك تقترح إيه بحيث إن إحنا نقدر ندعم الدولة المصرية وندعم مصر؟ وكمان ندعم الناس اللي تضررت، يعني إحنا كنا عايزين مداخلة من وزير التجارة والصناعة الأساس، طبعا لها دور، لكن أيضا توضح يعني في شخصيات كثيرة تضررت، في محلات في الحظر بتقفل يوم الخميس يعني يوم الجمعة والسبت في وقت الحظر، ففي أضرار موجودة، وأيضا في مصانع استفادت وهي على الأقل بالنسبة المختصة بالأنشطة الأغذية اللي هي ما بتقفلش يعني ليل أو نهار، ومفروض أن هي بتزود إنتاجها. اقتراح حضرتك إيه؟ طيب إحنا الأول خرجت اتكلمت أو سألت سؤال حضرتك ذو شقين، الشق الأول إيه القطاعات اللي تأثرت؟ هي جميع القطاعات تأثرت، بس بنسبة وتناسب في قطاعات أكثر تأثراً زي قطاع السياحة وقطاع الطيران، في القطاعات اللي زي المطاعم، الكافيهات اللي اتقفلت لفترة طويلة. الهدف الرئيسي من الكلام ده ايه؟ أنا بعمل يعني بتشتغل الدولة خدت إجراءات للحماية العنصر البشري اللي هو الأساس، احنا قلنا في كلامنا السابق الهدف الأساسي خدمة هذه القطاعات في لحد ما نعدي حتى ذروة عملية الإصابة واخد بال حضرتك. أما بالنسبة لدور رجال الأعمال في الحفاظ على العمالة بتاعتهم، أنا أتوقع أن أحرص الناس في يعني أنت قلما شنبي ما تلاقي في مصر في الوقت الحالي في صعوبة في الحصول على العمالة المهرة المدربة. فأنا لما بيبقى عندي في مصنع ما عدد كبير من العمالة المهرة والمدربة مش هقدر أفرط فيها بسهولة، لا احنا هنركب مع بعض مركب وإن شاء الله نعدي بيه كلنا إلى بر الأمان. الغرفة عملت غرفة عمليات كانت بتتابع بترصد وبتعمل تقرير شبه يومي، بترصد في حركة أسعار السلع الغذائية الضرورية، وده بتوجيه من الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة برصد الأسعار السلع الغذائية الضرورية يوميا ومتابعة حركتها وفي الأسواق. الحقيقة يعني لم تتأثر أسعار السلع بالارتفاع المتوقع في الفترة اللي فاتت، وإحنا داخلين على موسم شهر رمضان ولم توجد أزمة في سلعة من السلع الغذائية. يعني ده بالإضافة لأن الغرفة قامت بعمل تصريح للعمالة اللي بتشتغل في فترة حظر انتقال المواطنين، ودي اللي كانت في فترة ابتداء من الساعة 7
إلى السادسة صباحا، ثم من الثامنة إلى السابعة صباحا الغرفة إدت لهذه الأنشطة اللي هم العاملين في المخابز، السوبر ماركت، الوقود، الصيادلة، العمالة اللي بتشتغل لحد الساعة واحدة، الساعة اتنين، العمالة اللي بتشتغل في المصانع، حصلت بتصريح تنقل في أوقات الحظر، ودي كانت عن طريق الغرفة. ده برضو كان دور للغرفة في فترة الحظر. هو طبعا أنا عملية رد الضرر على لجميع القطاعات دي، يعني احنا بنتكلم القرارات كانت باعتبارا من 18/3، احنا بنتكلم على شهر واسبوع تقريبا، هتبتدي بقى يعني خلال الاسابيع القادمه يبتدي عمليه الحصر بتاع الضرر الفعلي، وده هيبقى مختلف باختلاف نوع النشاط زي ما انا قلت لحضرتك. طب عادل بيه، احنا يعني طبعا يعني من خلال هذا المنبر الاعلامي، وانا شخصيا يعني بعلنها على مباشر يعني على شاشه قناه الصحه والجمال، انا شخصيا يعني ابدا من اليوم، واتمنى يكون في اذن صاغيه لرجال اعمال وطنيين، ونحن نعلم ان هناك كثير جدا من رجال الاعمال الوطنيين، نحن منذ هذا التوقيت نقدم مبادره للدوله المصريه ولمصر، ونسميه علشانك يا مصر. وأنا شخصيا يعني لي 50% طبقا لشروط التعاقد من الرعاية والإعلانات، أنا شخصيا سأتبرع بنصف يعني الأموال اللي تأتي للقناة، سواء خاصة في برنامجي للرعاية أو الإعلانات، عشان هذه المبادرة ندعم بها الدولة المصرية، ندعم بها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ندعم ايضا البسطاء والفقراء، لان طبعا يعني احنا بنسمع كتير جدا من اعضاء مجلس النواب ان هو بيوزع شنط والخ، يعني بيصرف ملايين جدا في ايام الانتخابات. احنا عايزين نكون عمليين، يعني عايزين حتى الارقام اللي موجوده على الشاشه نظهرها. لا، احنا النهارده عندنا مليون، عندنا 100 مليون، عندنا مليار، عندنا 100 مليار، بحيث ان احنا نقدر نقول هذه الاموال، بدل ما يبقى بنسمع ان البرلمان عايز يفرض يعني قانون يلزم به يعني اجبار بالنسبه للشعب، وانا ضد ان يجبر اي مواطن مصري ان يدفع جنيه، لكن مع ان هو يكون ما بيدفع الجنيه بيدفعه لمصر، بيدفعه عارف كويس جدا ان هذا الجنيه بيروح للدوله المصريه، يعود على الناس اللي تضررت، اللي هم اعمال اليوميه، الناس البسطاء، الناس الفقراء، بدون دعايه انتخابيه وبدون يعني عشان موضوع الانتخابات وكده. فهل انتم معنا في هذا الصدد؟ طبعا قلبا وقالبا. هو فعلا زي ما انا قلت لك ان في الكثير من رجال الاعمال بادر بالتبرع، ان الشعب المصري بتاعنا شعب عظيم متعاون ومتكافل، ودايما بيبقى مع بعض في وقت المحن والازمات. الحقيقه برضه حصل تبرعات كثيره من بعض رجال الاعمال لصندوق تحيا مصر. الحاجه الثانيه اللي سعادتك اشرت فيها، مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي كان قرر في احد اجتماعات مجلس الوزراء بتبرع جميع الوزراء ب 20% من دخلهم طواعية. انا معاك، فلينفق كل ذي ساعة. عايزين على الشاشة نقول والله احنا الوقت متشففية، عندنا مليار تبرع، عندنا 2 مليار، عندنا 100 مليار، عندنا 500 مليار، بحيث ان الخبراء اللي زي حضرتك، اللي زينا، اللي زي كل المنوطين والوطنيين ويهمهم يعني مصر تتقدم، يكون في الازمه دي لها دور عملي وشفاف، والمواطن المصري يعرف. توجه كل التبرعات للصندوق السيادي اللي بيشرف عليه الرئيس، صندوق تحيا مصر. وانا معاك في المبادره بتاعتك اللي هي حث
جميع المقتدرين مش رجال الاعمال بس، المقتدرين. لا انا برضك يعني نظهرهم ونبرزهم، ليس عيب، مش عيب ان انا اقول رجل الاعمال عشان المصريين كلهم يبقى عارفين بين الشخصيه الوطنيه والشخصيه يعني المذبذبه. يعني الوطنيين احنا قلنا كتير جدا، لكن احنا كمان من خلال هذا البرنامج نقول والله حضرتك تبرعت بمليار، تبرعت باثنين، بمليون، بنص، بحيث ان هو يكون سباق محمود بوضع اختياري وليس وضع اجباري. شكرا جزيلا عادل بيه وشرفتنا، وانا اسف جدا يعني انا ما اعطيتش لحضرتك يعني فتره اكبر من كده على اساس ان في مداخلات اخرى وبعض التقارير، واتمنى حضرتك تقبل دعوتي يعني الحلقه القادمه تكون ضيف عزيز علينا. شكرا استاذ عادل رزين. طاقم الاعداد، هل في مداخلات اخرى ولا نكمل بقيه الحلقه؟ يعني طبعا مشاهدينا الكرام، طبعا يعني احنا نتمنى يعني كل رجل اعمال بيسمعنا، لان طبعا انا سمعت بعض رجال الاعمال مش عايز اذكر اسمهم، يعني يصرف ملايين على انه يعني حفله فيها رقص وفيها طرب وفيها ملا. احنا مش ضد انك انت تبقى في حياتك الشخصيه تفعل كيفما شاء، لكن هذا الشخص ايضا كرجل اعمال نعرف ان هو رفض ان هو يعني يعطي العمال. الدوله بتقول تخفض العماله وحريصة على صحة المواطن، حتى لو أنت تأثرت، حتى لو حضرتك تأثرت، ما هو زي ما الدولة بتتأثر وهي معاك، أنت كمان لازم تكون مع الدولة المصرية. طبعا يعني كمان نرجع لحضراتكم اللي معالي الوزيرة كنا نسمعها أنها تكون متداخلة، عشان بعد كده يعني أي وزير أي مسؤول ما زعلش جدا من برنامج الاستثمار والناس، ويمكن معالي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة زعل جدا لما أنا نزلت تقارير في مصر الحقيقة أكتر من مرة عن العشوائيات في بولاق الدكرور. لا، بولاق عشوائيات يعني مليانة فيها سلبيات، لكن أيضا أنك أنت تتداخل تبقى ضيف تبرز إيجابياتك ده دورك. أنا بدفع ثمنه وبدهولك مجانا، لكن حقك وحق الدولة المصرية أن لو عندك إيجابيات حضرتك تكون ضيف عزيز علينا، او يكون في مداخلات، بس انا على الاقل لو في بعض من القصور او السلبيات نعالجها، لو في ايجابيات نبرزها، يمكن المواطن مش حاسس بيها. فانت لو حضرتك ما تدخلتش او ما كنتش ضيف في برنامج زي برنامج استثمار والناس وبرنامج اقتصادي قوي ومنوط بقيام ونهضه الدوله المصريه ومنوط بدعم سياده وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، روح لأيضا تقرير آخر من جهاز تنمية المشروعات بدعم شباب سوهاج، ونرجع لحضراتكم تاني. روح للتقرير. قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بمحافظة سوهاج بضخ عدد من المشروعات، بلغ عددها 201 مشروع 912 بتمويل 2,024,937,000 جنيه، وفرت فرص عمالة ل 297,909 فرصة عمل. وبجانب قيامه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيات الصغر للخدمات الغير مالية التي تشمل التسويق والدعم الفني والتدريب. جهاز تنمية المشروعات الصغرى والمتوسطة ومتناهيات الصغر، وحقيقي يعني فعلا هم بدأوا وجوا معانا هنا في المشروع، كان قائم بس كان قائم بمكنة واحدة. حضرتك جو هنا لينا، شافوا المشروع فعلا وشافوا الأرض، وفعلا بدأوا يساعدونا وادونا قرض بمليون جنيه، وكان فعلا حضرتك هم من وقت للتاني بيجي كان في اشراف من ناحيتهم هم. حضرتك لما احنا بدأوا نشوف المشروع فعلا هم بدأوا يقولوا لنا لو في اي متطلبات من ناحيتكم انتوا قولوا، يعني حقيقي بمنتهى يعني بمنتهى الصراحه كان بيجي مره واثنين وثلاثه وعشره وبييجوا حضرتك يشوفوا المشروع قائم ولا لا، وفعلا ساعدونا وادونا قرض. توجهت الى جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه بمحافظه سوهاج، اخذت منه قرض وبدأت بعمل المشروع، بدأت ب10 سيدات
وبعدين بعد ما بدأت بعشر سيدات ساعدنا جهاز تنمية المشروعات في التسويق، فبدأ المشروع يكبر من خلال التسويق. يعني بدأ إن هو يوفر لينا معارض داخلية ومعارض خارجية، فده ادانا فرصة وأتاح لينا فرصة كبيرة إن احنا نصدر منتجاتنا بره، وإن احنا نسافر، وإن احنا نعمل شغل أحلى. وساعدنا كمان إن احنا دورات تدريبية إزاي نكون مميزين في الشغل. رسالتي لكل شباب جمهورية، خاصة الشباب محافظة. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة طبعا الوقت بيدهلنا واقتربنا من الحلقة، لكن طبعا لا ننسى أبدا بالنسبة أن احنا ننزل بالنسبة للتقرير عن الخريطة الاستثمارية، ونعرف قد إيه يعني وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لها دور أيضا بجانب وزارة التجارة والصناعة في دعم يعني المشروعات. نروح للتقرير ونرجع لحضراتكم تاني. قطع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لعرض كل الفرص الاستثمارية المتاحة بجمهورية مصر العربية والمعلومات المتعلقة بها، وتتضمن الخريطة كافة المعلومات عن المشروعات القومية بوضوح وشفافية. يتم تقسيم الفرص الاستثمارية على موقع www.investinegypt.gov.eg حسب الموقع الجغرافي والقطاع الاقتصادي التابع له، بحيث توفر الخريطة كل احتياجات المستثمر من معلومات وإحصائيات عن فرص الاستثمار المتاحة وعن المحافظات التي تقع فيها، وتوضح بالتفصيل الخدمات والمرافق المحيطة بكل مشروع والقوانين واللوائح الحاكمة والتراخيص والتصاريح اللازمة. تحدد الخريطة الاستثمارية المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية والصناعية والحوافز المختلفة لكل منطقة، وأنواع التعاقدات المتاحة للمشاريع وجهات الولاية المعنية ووسائل الاتصال الخاصة بها. وتتضمن الخريطة نماذج حقيقية لمشاريع ناجحة في كل منطقة، لتظهر للمستثمر سلاسل القيمة والمشاريع المكملة. وبذلك تكون الخريطة الاستثمارية مصدر للمعرفة يستند عليه المستثمر في اتخاذ قراراته ومرجعية لدراسات الجدوى. مشروع الريف المصري، مشروع متكامل البنية يضم مجتمعات سكنية كاملة المرافق والخدمات، يخدم الأنشطة الزراعية والصناعية والصناعات المرتبطة به مثل المنتجات الغذائية والزيوت والتعبئة والتغليف وغيرهم، على مساحة إجمالية 1.5 مليون فدان. تغطي المرحلة الأولى 500,000 فدان في توشكا والفرافرة والدخلة والمغرة وغرب المنيا وغيرهم. مشروع مدينة الجلالة يقع بين العين السخنة والزعفرانة، واجتذب بالفعل استثمارات سياحية كبيرة، ويتضمن مدينة طبية عالمية ومنطقة سباقات دولية ومناطق سكنية وسياحية وجامعة الجلالة، بالإضافة لمنتجع الجلالة السياحي. مشروع تنمية قناة السويس يمتد على طول ضفاف قناة السويس بمساحة إجمالية قدرها 460 كيلومتر مربع، ويضم منطقتين متكاملتين، منطقتين صناعيتين، وست موانئ بحرية. يمنح القانون حوافز وضمانات لتشجيع المستثمرين سواء أجانب أو محليين لإنشاء شركاتهم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويهدف المشروع لتحويل المنطقة لمركز تجاري عالمي واعد يوفر بنية تحتية مثالية للمستثمر وتكنولوجيا متقدمة. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الحلقة وقتها بيجري بسرعة جدا، وطبعا كان في تقرير عن السودان وبعض الاقتراحات، لكن طبعا للأسف الشديد طبعا نتمنى من القناة يعني دعم برنامج قوي يكون بمساحة يعني حتى لو قليلا، بحيث أن يستفاد كل يعني مشاهد بيتفرج علينا ويعني كل المصريين وغير المصريين، يعني كل العالم، بحيث ان احنا بنتكلم على يعني حاجات اقتصادية، حاجات الاقتصاد في قلنا قبل كده يعني في كل المجالات، يعني في الصحة، في التعليم، في محليات، في البرلمان، في كل شؤون الحياة بنتكلم في الاقتصاد. طبعا في الخريطة الاستثمارية، عشان الوقت طبعا احنا بنختمه، كان في حاجة كنا هنتكلم فيها يعني بشكل أكبر، لكن طبعا الوقت ما أسعفناش، وهي العاصمة الإدارية الجديدة. يعني الناس اللي مش شايفة يعني أن الرئيس أو الدولة المصرية في الفترة الأخيرة يعني قامت بأشياء كتيرة،
نقول لهم يعني نظركم للأسف يعني حاولوا يعني تكشفوا عند دكتور نظر شوية، لأن الدولة المصرية ونظام الرئيس فخامة الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي يعني قدم عاصمة إدارية حضرية تسع لسبعة مليون مواطن، فيها كل الخدمات وكافة المرافق اللي موجودة، كافة المرافق، بحيث انها يعني كل الاجيال. يعني احنا لو ناس شايفة ان احنا يعني جيلنا مش يعني كان في اولويات، يعني ناس البسطاء، ناس الفقراء، ناس اللي هي يعني مش يعني من وجهة نظرهم يعني بتكسب قوت يومها بيومها، يعني فين هم وفين العاصمة الإدارية؟ فالعاصمة الإدارية كانوا بيقولوا برضك قبل كده على المدن الجديدة زي اكتوبر زي العاشر زي غيرها انها يعني صحراء، وهيثبت الأيام أن العاصمة الإدارية الجديدة هي إنجاز تاريخي يسع لعدد كبير من الناس، يكون فيها مشروعات تخدم المصريين وغير المصريين، وتعود على الدولة المصرية بعملة صعبة، وتعود على المواطن المصري بحل لأزمة البطالة. مشاهدينا الكرام، أيضا يعني في إنجازات كثيرة لا يسعنا هذا الوقت في سردها من كم الكبير اللي موجودة بالنسبة للكباري، بالنسبة للصوب الزراعية، بالنسبة لحملات ومبادرات سيادة الرئيس. والنهاردة شفنا يعني في أزمة كورونا أن النظام الصحي المصري نظام غير